مساء الخيرات مشاهدينا، مرحبا يا أسماء. مساء الخير بثينة، ومساء الخير مشاهدينا. واليوم حلقة جديدة تضيء بمواضيعها التي تهم وتشغل قضايا المرأة العربية. موضوعنا الأول مشاهدينا سؤال جدلي، هل مظهر المرأة الخارجي وخيارها لثيابها والحلي والمكياج انعكاس لطباعها ومرآة حتمية لشخصيتها؟ لكن قبل أن نبدأ لنلقي نظرة سريعة على مضمون هذه الحلقة. كثير دراسات أشارت وبينت قد ايه المظهر الخارجي للإمرأة هو مؤشر عن إذا بدك ملامح من شخصيتها. اللي بيتزوجوا عبر التواصل بالفيسبوك أو الإنترنت وهيك بيكون في كثير مشاكل بيناتهم، وفي كثير نسبة كبيرة كمان بيرجعوا وبينفصلوا. المرأة كان لها دور كبير في الكشف عن بعض قضايا الفساد في الأردن. الدراسات تقول أن لا يوجد ولا حالة تكون المرأة فيها هي من لاعبي دور الفساد. حابة أوصل دولة الإمارات إلى هاي المنطقة البعيدة، أبي أراويهم يعني أن المرأة الإماراتية قادرة أنها تحطم الصعاب. السؤال الذي سنناقشه مع اختصاصية علم النفس كارول سعادة، هل مظهر المرأة هو انعكاس لطباعها وصورة حتمية لما تريد إيصاله للمجتمع؟ أهلا وسهلا بك كارول سعادة. مرسي، أهلا فيك. الآن الشكل الخارجي كارول، مثلا الألوان، الإكسسوار، المكياج، تسريحة الشعر، هل هو بالضرورة مدخل أو معبر حتمي لصورتنا أمام الآخرين؟ طبعا في كتير دراسات أشارت وبينت قد ايه المظهر الخارجي للإمرأة هو مؤشر عن إذا بدك ملامح من شخصيتها، ولكن مش بالضرورة دايما هالأفكار اللي مكتسبة بالمجتمع. إذا المرأة مثلا عم تلبس إشياء أوفر وكتير عم بتزيد بهالشي، مش دايما معناتها أنه هي جريئة. دونك هون لازم نفسر شوي أكتر، كيس باي كيس، يعني نفسر شوي. يمكن أوقات هالمرأة تكون عم تخبي شخصية ضعيفة عندها إياها بهالجرأة اللي مبينة. ما مدى تقبل الرجل الشرقي لاستقلالية امرأته أو فتاته في التواصل مع الآخرين إلكترونيا؟ مدى تقبل الرجل الشرقي بترجع لمدى تقبله لحاله لنفسه. يعني كل ما زادت ثقة الرجل بنفسه مش بزوجته، بتصرفاته، بسلوكه، بنموه النفسي والعاطفي، كل ما انطبق هالشي على زوجته. من هيك دايما نحن بالتجربة العيادية إذا بدك أثبتت أنه بتقل ثقة الرجل بزوجته إذا كانت ثقته بنفسه مش كاملة. من هيك دايما نحن الأزواج اللي عندهم نقطة استفهام على سلوك زوجتهم ومنه كتير واضح هالتساؤل، نرجع نتطلع بسلوكهم هن وبثقتهم بنفسهم هن. إذا عدنا إلى موضوع الاجتهاد وفتحنا باب الاجتهاد وهو مفتوح سابقا، لكن عدنا إيجاد مجتهدين لأن الدين يصلح لكل زمان ومكان، وبالتالي تتغير الأحكام بتغير الأزمان. فإذا غيرنا الأحكام بما يتناسب مع العصر الحالي فأعتقد أنه سيكون هناك إجابة. نتمنى التغيير الفاعل للمرأة الأردنية وكل التوفيق لكم. نشكر وجودك معنا المحامية فاطمة الدباس، وأيضا أسامة الرنتيسي الكاتب والصحفي والناشط، شكرا لوجودكم معنا. بعد الفاصل مشاهدينا فقرة إضاءات، ضيفتنا لهذه الحلقة هي امرأة من نوع آخر رفعت علم الإمارات فوق القطب الجنوبي في رحلة استغرقت 20 يوما وبدأت في تاريخ 3 مارس عام 2011 وبدعم طبعا من الشيخ سلطان بن زايد النهيان. وهذه السيدة هي دانا الحمادي، تابعونها.